يا هلا ومرحبا، يلا حيهم، مساهم الله بالخير. كيف الحال؟ ان شاء الله بصحة وعافية. اليوم يا جماعة ان شاء الله بستعرض وياكم العصارة اللي عندي. العصارة هذه تستخلص العصير، زائد بنفس الوقت صحية، ثالث شيء انها تصلح يعني بكل وقت، مو شرط برمضان، يعني للناس الصحيين، للناس اللي فيهم مرضى الله يشافيهم ويعافيهم ان شاء الله. مرة حلوة تسوون عصيركم فريش، زايد بنفس الوقت بدون إضافة سكر، تقدرون تخلون عصير فريش طازج بدون أي شيء، تاخذون فواكه وتسوونها بالعصارة اللي عندكم. والعصارة مرة سهلة، مرة يعني جميلة، فيها منفذين، منفذ يطلع العصير ومنفذ يطلع مثلا، يعني مثلا تاخذون البرتقالة فيها مثلا البذور جواتها، فيها اللب، هذا ما راح ينزل مع العصير، كل الشغلات هذه تطلع مع المنفذ اللي راح يطلع منها. طبعا مرة سهلة وبنفس الوقت مرة حلوة. شوفوا كمثال، حطيت الفواكه وما نزلت معكم، هنا في معها هذا، كيف نزلوا البرتقال. شوفوا الآن بشغل وياكم وبحط الفواكه، شوفوا على طول. طبعا انا بسوي عصير برتقال وليمون وكيو ونعناع. شوفوا لما الان البرتقال ما نزل معي، شوفوا على طول، يعني مره مره حلوه وسهله. شوفوا كيف هذا العصير جالس اسويه كله فيتامينات، يعني نعناع وليمون وبرتقال، واضفت الكيو، اضفت النعناع راح يعطي نكهه للعصير مره حلوه. شوفوا كيف، كيف العصير اجتمع عندي. هذا منفذ العصير من هنا، يجي منفذ ثاني يطلع اللب ويطلع البذور حقات الفواكه. بقرب لكم شوي، بطفي العصارة، شوفوا هنا كيف العصير ان شاء الله تبارك الله. شوفون كيف الصفاوة، كيف اللهم بارك. هذا مو اي عصارة راح تستخلص العصير كذا، يعني عصارات قليلة وبسيطة اللي راح تستخلص العصير كذا. بحط باقي الفواكه وأشغل عليهم، شوفوا كيف أقرب لكم. شوفوا كل هذه الشوائب ما راح تطلع مع العصير، بوريكم المنفذ الثاني. شوفوا كيف، شوفوا هذا اللوب، هذا البذور كلها تطلع مع المنفذ الثاني. وهذا بنفس الوقت يا جماعة تقدرون مثلا بعض الفواكه تقدرون، يعني ما تقدرون تستخدمونها ترمونها، وبعضها تقدرون تاخذونها وتسوون فيها مربى. زائد بنفس الوقت تقدرون مثلا بعض الفواكه تسوون، يا اخي تاخذون الفواكه مجمده تحطونها هنا وتطلع من هنا فواكه ايس كريم. راح اسويها ان شاء الله وياكم، اخذ مثلا الفاكهه اجمدها، ان كانت فراوله، مانجا، اي نوع فاكهه عاد انتم تحبونها، تحطونها هنا تطلع كايس كريم، مره مره لذيذه. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله استخلاص العصير عندي كيف. الان عندي اول شيء باكر الثلج، بسم الله، بلجيك اللي راح احط فيه العصير. والله يا انا صراحه ابي اشكر اديسون على الابداع اللي جالسين يسوونه. شوفوا صانع الثلج ببيته، يعني ثلجك تسويه ثلج، لا يعني بوقت مرة قليل تحطون موية هنا وعلى طول. شوف كيف طلع لكم الثلج، شوف كيف حباته بعد مرة صغيرة، مرة صغيرة وحلوة. خلاص الآن بسم الله نحط النعناع، يلا نروح على طول. وش نسوي؟ بسم الله نحط عصيرنا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفون كيف، اللهم بارك. شفتوا كيف؟ في اسهل من كذا؟ لا والله ما في. عصيرك بدقايق وثلجك بنفس الوقت بدقايق. والله شكرا يا اديسون. طبعا كل المنتجات اللي استخدمتها وياكم من اديسون من السيف جاليري تحصلونها موجودة، يا فروعهم ولا على الموقع الإلكتروني. شوفوا كيف العصير، سلام، إن شاء الله تبارك الله، عاد بارد ويسرسح، اللهم بارك.